وزير الخارجية توجه للرياض حاملا رسالة من الرئيس السيسي إلى الملك سلمان. الكرملين يستبعد تحقيق اختراقات بالقمة الرباعية المرتقبة بشأن سوريا. ومستشار الأمن القومي الأمريكي يقول أن تدخل روسيا في الانتخابات لم يكن له تأثير حقيقي. السابعة صباحا الخامسة بتوقيت جرينتش، موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من القاهرة. أهلا بكم. توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة السعودية الرياض حاملا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الملك سلمان بن عبد العزيز. وقالت وزارة الخارجية في بيان لها أن الرسالة تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التشاور والتنسيق تجاه القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن موتشن الشراكة الاستراتيجية السعودية الأمريكية والدور المستقبلي لهذه الشراكة وفق رؤية المملكة 2030. وأكد الجانبان خلال مباحثاتهما في الرياض أهمية تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في الجانبين التجاري والاستثماري. كما تطرق اللقاء إلى عدد من المسائل ومنها الجهود المشتركة المبذولة في محاربة الفساد وتمويل الإرهاب. وصل الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي إلى الرياض للمشاركة في الدورة الثانية للمنتدى العالمي لصندوق الاستثمارات العامة. وتبدأ أعمال المؤتمر الذي يندرج ضمن مبادرات رؤية السعودية 2030 اعتبارا من اليوم ويستمر حتى 25 من أكتوبر الجاري. أعلن الكرملين أنه لا يتوقع اختراقات من القمة الرباعية المقرر عقدها بعد أيام في تركيا بين روسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا بشأن سوريا. في الوقت نفسه أشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إلى أهمية القمة المرتقبة لكونها تضم دولتين كبريين أوروبيتين بجانب دولتين تتميزان بأكبر قدر من الانخراط في التطورات السورية وهما روسيا وتركيا. قال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي أن تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية لم يكن له تأثير حقيقي. يأتي هذا بينما يواصل مستشار الأمن القومي الأمريكي زيارته لروسيا، حيث من المقرر أن يلتقي اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحسب بيان للكرملين. كان هذا موجزا لآخر وأهم الأنباء. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم على طيب المتابعة ودمتم في أمان الله. Thank you.